الساعه التحفه اللي قدامك دي شغاله بقالها اكتر من 600 سنه. لا والاغرب ان الشخص اللي صنع كل الجمال ده فقد بصره بسببها. ساعه براغ الفلكيه، اقدم ساعه فلكيه شغاله لحد الان، ومكانها في دوله التشيك. الاسطوره بتقول ان ملك دوله التشيك طلب من ساعاتي اسمه هانوش صناعه ساعه فلكيه ضخمه، لكنه اتفاجئ بساعه مبهره اكتر ما كان بيتخيل بكتير جدا، فيها جمال واتقان وتفاصيل مش موجود في غيرها من الساعات. وبعد عرض الساعه على مجلس المدينه في براغ، كان رايهم انهم لازم يكرموا واللي صنع الساعة. التكريم كان فقع عينه عشان ما يقدرش يعمل ساعة تانية بالجمال ده لمدينة غيرهم. وبالفعل هانوش فقد بصره، لكنه برضه بعد ما فقد بصره قدر يوصل للساعة ويعطلها. وفي الوقت ده حصلت مصايب كتير جدا لمدينة براغ، وقعدوا 100 سنة على ما عرفوا يصلحوا الساعة تاني. ومن يومها كل سكان مدينة براغ بيهتموا جدا بالساعة دي، لأنهم حاسين إن لو الساعة دي وقفت تاني هتحل عليهم اللعنة. وهي دي حكاية واحدة من أقدم الساعات الفلكية في العالم. وبس كده.